تقوليش كده، خليكي بقولك لا. هتقولي الجملة ازاي لما تنادي عليه عشان جوزك يحبك وحياتك تبقى سعيدة؟ ياه تطلعي بيها وتعلي بأستاذ، أستاذ للتفخيم بين قوسين محمد التنعيم. لما جوزك يقولك بلاش تكلمي الجارة دي أو الصحبة دي، تقولي له علم وينفذ بانتباه. إجابة من غير سؤال وإجابة من غير كلام، هو أكيد أدرى منك وأعلى منك وعارف مصلحتك.